لما نيجي نتكلم بقى عن لعبة الاسكواش، فإحنا الحقيقة يعني ملوك هذه اللعبة، ومش بس في المنطقة، إحنا على مستوى العالم كله عندنا أبطال في كل الفئات العمرية. عشان كده البطولات اللي بتتلعب في مصر بتتلعب على أرضنا، هذه البطولات بيكون ليها أهمية كبيرة جدا يا بسام. حقيقي، ومن ضمن البطولات دي يا شاذ دي بطولة براعم الاسكواش اللي تحت 9 سنين برعاية الاتحاد المصري للاسكواش، والبطولة دي بتكون هي بداية الطريق للنجوم اللي بنشوفهم بعد كده بيحققوا تصنيفات عالمية. رعاية الاتحاد المصري للإسكواش أقيمت فعاليات نهائي البطولة التنشيطية للإسكواش تحت 9 سنين، وده بعد بطولة استمرت لمدة 3 أيام بمشاركة أكثر من 60 ناشئ وناشئة من مختلف المحافظات. المشروع ابتدى شهر 8 2022، عملنا تقييمات، شفنا كل الولاد، ابتدينا نسجل الولاد معانا، ابتدينا نقيم، نطلع الريبورتات بتاعت التقييمات اللي يصلح ان هو يلعب منافسة، يعني عملنا لستة باللعيبة دي اللي لا يصلح او لسه محتاج استعداد او تأهيل، اعادة تأهيل. كنا بنعمل جولات كل 45 يوم او شهرين بنروح تاني نعمل تقييم، اعادة تقييم للولاد، بحيث اللي بيجهز بناخده معانا في المنافسات. بحب السكواش عشان هو مهم عندي، وانا عايزة اكمل لحد يعني انا اللي وقف واقول انا عايزه اقف لا، وكمان انا بحبه جدا، مش هقدر اوقف حتى لو خدت المركز ال20 برضو مش هوقفه، هفضل مكمله لحد ما اخد المركز الاول. هي بتحب اللعبه ولازم تشترك طبعا في بطولات، هي دلوقتي تحت 9 سنين ورسمي هندخل قريب جدا، فبدل ما تتصدم بالواقع لازم يبقى ليها تجربه قبل كده، وده بالظبط نفس اللي هيحصل بعدين. كابتن محمد صلاح بصراحه ادهم فرصه ان هم يتاهلوا لحاجه ما يتصدموش بيها مباشره يعني، فدي حاجه فكره كويسه جدا اصلا. انا كنت بحب الاسكواش ودي اخر بطوله ليا، وانا فرحان ان انا اعمل انجاز قبل ما اطلع السن، وانا فرحان ان انا خدت اول يعني، وكان نفسي احقق حلم من زمان اخد بطوله الجمهوريه. فكره ان الولاد بيمارسوا رياضه مهمه بانتظام دايما، هو ده الاهم، هو ده المكسب، هو ان احنا نقدر نعدي بيهم الفترات الصعبه الحرجه اللي بتبقى في شخصياتهم وفي حياتهم، هو ده الاهم وهو ده المكسب. فانا كان بالنسبه لي كنت بشجع على ممارسه الرياضه، وجربنا الاسكواش وجربنا لعبات قبلها، اكتر لعبه هو حبها او قدر يكمل فيها او عشان يقدر يدينا فيها قدام هو اللي احنا ادينا له فيها الاستمراريه، والحمد لله يعني النهارده بياكد تفوقه ان هو ماشي كويس، فتوفيق ربنا في الاول وفي الاخر. انا قررت العب سكواش عشان وانا صغير كنت بس بلعب لعبتين، بعدين دخلت سكواش عشان اللعبه الثانيه ما كانتش مهمه قوي عندي، بس سكواش كنت بحبها فدخلت اجرب، بعدين عجبتني وكملت فيها. البطوله دي انا بشوف ان هي من اكتر البطولات اللي بتجمع عدد لعيبه من كل المحافظات في مصر، فطبعا الولاد بتحتك بكل طريقه اللعب وبيكسروا الرهبه بتاعه الماتشات، نفسيا كمان بتفرق معاهم جدا ان هم ياخدوا ثقه في نفسهم، ولما يخسروا يأوفركم الخساره، ولما يكسبوا ان هم يبقى عندهم مبادئ حلوه. بقى لنا حوالي سنه ونص تقريبا، هي بادئه يعني سنه ونص بس، يعني مجهود رهيب طبعا، ويعني الحمد لله يعني بصراحه عجبتني، يعني حتى اتغيرت خالص شخصيتها اتغيرت وكل حاجه اتغيرت، انا مش عارف اوصف الفرحه اللي انا فيها بصراحه. فرحه كبيره يعني، وتعب بيتوج في ماتش في الماتشات، في تعب كبير يعني الحمد لله. وبتتربع مصر على عرش التصنيف العالمي للعبة الإسكواش من حيث البطولات على المستوى الفردي والفرق، وتعتبر بطولات الناشئين فرصة كبيرة لإخراج جيل جديد يقدر يمثل مصر في المحافل الدولية. جيرمين إبراهيم، صباح الخير يا مصر. زي ما كان شاذلي بيقول احنا ملوك اللعبه، يعني عندنا طبعا يعني اللاعبه الكبيره جدا نور الشربيني اللي فازت للمره السابعه في تاريخها ببطوله العالم للسكواش او كاس العالم للسكواش، وهي في الحقيقه عندها 27 سنه بس، فيعني عندنا ابطال كبار جدا في لعبه السكواش.